ولكن ينضم التلفزيون العربي مستشفى شهداء الأقصى المدير الطبي هناك إياد الجبري. الدكتور إياد الجبري مدير الطبي في مستشفى شهداء الأقصى، أهلا بك معنا في تغطية التلفزيون العربي. دكتور، يعني من الواضح، لن أخوض في تفاصيل ما رأيته، ولكن ماذا لاحظت في شهادات الأسرى، حالتهم الصحية، وضعهم الطبي الآن؟ يعني احنا انت الحمد لله بعد وصول الخمس اسرى، اربع ذكور وصبيه، تم معاينتهم من قبل الطاقم الطبي الموجود في قسم الطوارئ، وتم اجراء الفحوصات اللازمه لهم والسماع للحديث وشكواهم. الحمد لله جميعهم بصحه جيده، عدا الاسيره كانت يعني صراحه منهاره نفسيا وعندها ضيق في النفس، وذلك من الإجراءات التعسفية الصهيونية التي كانت تعاني منها في غيابات الجب. يعني صراحة الوضع الأسرى هو العامل النفسي، أو يعني هو صراحة هو الظاهر على الجميع كالعادة في جميع الأسرى، لأنه واضح أن الاحتلال عندما يقرب إخراج الأسير من السجن يعامله نوعا ما بلطف بسيط ويبعد عنه آثار التعذيب الذي كان يعذبه فيه في السابق. الشهادات التي يتلوها الأسرى شهادات يعني صراحة مرعبة. التعذيب الذي كان يعني موجود يعني في سجون اليهود، التعذيب غير إنساني وغير رائق للبشر. الوضع يعني صراحة صعب، وضع السجون في الداخل وضع صعب من ناحية الأكل، من ناحية النظافة، من ناحية الدخول للحمام. الكلام الذي يقال كلام يعني لا يستوعب العقل ولا يستوعب الإنسانية ولا يستوعب حقوق الإنسان. يجب يعني التعامل مع هذا الملف بشكل جدي من قبل منظمات حقوق الإنسان، لأن أسران يعانوا بشكل كبير، معاناة كبيرة جدا. يبدو أن هناك أيضا كما تفضل دكتور الجبري تعذيب على المستوى النفسي. أشكرك جزيل الشكر. سنذهب إلى الاطلاع على شهادة أحدهم من مستشفى شهداء الأقصى من دير البلح مع التلفزيون العربي.